الري والموارد المائية أعضاء مبادرة فاري نايل تنظيف وتطهير مياه النيل لتكريمهم إزاء مجهوداتهم للحفاظ على مياه نهر النيل والتوعية بذلك. وقال دكتور محمد عبد العاطي الإيجابية خاصة التي تهتم بنهر النيل. الوعي بقضايا التلوث، الوعي بالتعديات على المجاري المائية، الوعي بأهمية الترشيد بالمية، كل دي أدوات مختلفة احنا بنستخدمها. طبعا ده مبادرة من مجموعة من الشباب رواد أعمال، برضو هم بادين بمشروعات صغيرة. لفت الانتباه الاسم اللي هم اختاروه، ده أثار جدل في بعض وسائل الإعلام، ولكن هم كانوا أذكياء بحيث ان هم كانوا قاصدين يختاروا الاسم دوت علشان يبقى فيه جذب انتباه لكثير من المتابعين. يعني المبادرة جيدة، أي سنة حسنة احنا بنجري وراها بندور عليها. انا بشكرهم على انهم ابتدوا المبادرة ديت. عملنا قبل كده حملات تنظيف كانت موجودة في اسكندرية وفي البرولوس، فاحنا عندنا خبرة شوية في ان احنا نبقى بننزل نعمل حملات التنظيف دي، فكانت المشاركة بيننا وبين بسيطة ونال تاكسي. ناس كتير كانت حابة ان هي تبقى بتتطوع في اليوم ده تشارك، فاحنا اول ما بدأنا ان احنا نقول ان احنا هننزل وفي ايفنت، الناس كتير كانت بتسجل عشان تيجي تبقى بتشارك معانا. لمينا في خلال اليوم كله تقريبا طن ونص من الزبالة اللي كانت مرمية في النيل، وده رقم كبير جدا. فاحنا كنا كلنا مبسوطين ان احنا عملنا كده في وقت قصير، بس كمان حاسين المشكلة فعلا مش صغيرة، ومهم ان احنا نفضل مكملين. كان في فرق بتغني موسيقية، قدرنا ان احنا كمان في اليوم ده ما نطلعش اي مخلفات خالص. كان حتى الكياس البلاستيك اللي احنا بنستخدمها هي كياس قابلة للتحلل، بايو ديجريدبل. احنا عايزين نتكلم عن ان الموضوع مش هيبقى ايفنت واللي هو ده الناس نضفت طن ونص وخلاص، لا خالص، ده كان عكس حلمنا. على حلمنا الاهم ان احنا نعمل اللي قدام، وكنا جايين ان احنا الاستمرارية، وازاي نتكلم مع الوزير انه يساعدنا في الموضوع ده. ومن قبل ما احنا نقولها بصراحه قال لنا حاجه، قال لنا فكره احنا كنا رايحين بحلم اصغر، هو قال لنا حلم اكبر بكتير، وهو هيكون معانا فيه، هيسهل لنا التصاريح، هيسهل لنا ازاي، هيدينا المعلومات اللي عنده، واحنا نقول له الخبره اللي عندنا ليها دعوه بالميديا وليها دعوه ازاي نريز اويرنس للناس وكده. القصه بدات ان احنا بقى لنا فتره شغالين في مع النيل، مع من ضمن الشغل اللي كنا بنعمله، ففي ناس كتير شافتنا، في مستر مجدي نايل تاكسي لقيته بيكلمني بيقول لي في مجموعه شركه بسيطه وجرينيش هيعملوا يوم في النيل، فعايزينكم تشاركوا فيه وما ينفعش ما تبقوش معانا. الحمد لله اتجمعنا، عملنا اجتماع، جهزنا تقريبا حوالي 15 يوم قبل اليوم. ابتدينا نقول لهم خبراتنا في الموضوع، ان لازم يبقى في تنظيم امني، لازم يبقى في عوامل امن وسلامه للولاد، لازم نجيب مراكب اوسع شويه عشان كم اللي هنقدر نجيبه يبقى اكبر. الحقيقه الناس سمعونا كويس وتمام الحمد لله. أكد محافظ الغربية هشام السعيد أنه تم مراعاة توزيع